الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات شهر رمضان المبارك وحديث الإمام الطيب، فضيلة الإمام. ونستمر في رحلتنا المباركة وأسماء الله الحسنى والإسمين الشريفين الخافض الرافع. ما هو مأخذ الإسمين ومعناهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فالاسمان الخافض والرافع على نفس المنوال أو على المنوال ذاته بالنسبة للمعز والمذل، وعلى أسماء أخرى من هذا القبيل يعني المتقابلة، والتي تذكر دائما أو يطلب في ذكرها أن تذكر مقترنين دائما. الخافض الرافع هما من يعني يجب أن نعلم أولا أنها من ليس من أسماء الذات، وإنما من أسماء الأفعال، بمعنى أن أثرهما يتعلق بأفعال العباد. أيضا هما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل وليس بصيغة الخافض أو الرافع، وطبعا وردت ورفعناه مكانا عاليا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى آخر ما. وكذلك ورد في حديث أبي هريرة وأجمع عليهما المسلمون، لأنهما ورد في القرآن أو معناهما ورد في القرآن الكريم. إذا قلنا يعني أن أثارهما تظهر في المخلوقات، فهي تظهر في المخلوقات على المستويين، المستوى الحسي والمستوى المعنوي أو المستوى المعقول، يعني المحسوس أو المعقول، أو كما يقولون في المكان والمكانة. في فرق بين المكان والمكان. المكان اللي هو المحسوس، يقول لك فلان ده مثلا أنا عالي في مكانته، دي مش معنى عالي مكانته عند المكان اللي هو فيه عالي، لا، إنما في منزلته. فالمنزلة هي طبعا شيء معقول، وأما المكان في مكانه ملموس حسي، ملموس حسي. فأيضا الخفض والرفع يكون في يتعلق بأفعال المخلوقين في المستويين. يعني الله سبحانه وتعالى خافض على مستوى المكان ورافع كذلك، وخافض ورافع على مستوى المكانة. إذا ذهبنا إلى الرفع في المكان، هيكون مثلا رفع العرش، لأن العرش مادي، جسم مادي. أيضا كذلك رفع السماء، خفض الأرض، فكل ده في إطار المحسوسات. برضو رفع الأنبياء إلى السماء، وهنا عندنا مثلا سيدنا عيسى بل رفعه الله إليه عليه السلام، كذلك سيدنا إدريس رفعناه مكانا عليا. نود أن نوضح فقط فضيلة الإمام حتى لا يضيع الأمر على المشاهدين الكرام، أن حتى رفع السماوات وخفض الأرض هذه أيضا من المخلوقات، وليس المقصود بالمخلوقات هو الإنسان فقط. لا لا لا، المخلوقات كل ما عدا الله فهو مخلوق. فلأن الله خلق السماء وخلق الأرض فهي مخلوقات، لأننا قلنا أنها من صفات الأفعال وليس من صفات الذات، فهي بالتالي تحدث على كل الموجودات والمخلوقات. ولهذا ذكرنا السماوات والأرض. لو احنا نعرف أن يعني هي سواء كان الأرض أو السماء لها أيضا أفعال، لها حركات ولها منازل ولها يعني حين نقول المخلوقات نعني ما سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات. فهي دي في أفعال الموجودات. فالله سبحانه وتعالى يعني كما رفع السماء وهي موجود مادي، خفض الأرض، وأيضا كما رفع العرش خفض الماء، كان عرشه على الماء. بالنسبة للأنبياء أيضا، يعني أنبياء هم أجسام ورفعهم على مستوى المكان. رفعوا على مستوى، طبعا هم على مستوى المكان شيء يعني واضح، لكن على مستوى المكان رفع بعض الأنبياء إلى أماكن عليا، كما يعني قلنا أن سيدنا عيسى بل رفعه الله إليه عليه السلام، وكذلك سيدنا إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا، وكذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رفعه الله ببدنه في المعراج إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. ورفعه إلى سدرة المنتهى، وهي المكان الأعلى على الإطلاق، مكان الأعلى. لم يصل إليها مخلوق آخر، لم يعني يصل إليها مخلوق، لأنه كلمه الله بشكل مباشر
ودون أن يعني دون ملك أو دون واسطة، تسمع الكلام من الله سبحانه وتعالى ثم يعني يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه، كما حدث في تلقي القرآن من جبريل عليه السلام. لا، في هذه الليلة ليلة المعراج وصل إلى هذا المستوى. ويعني ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والذين يقولون المعراج ده يعني ما حصلش وحصل وحصلش، طيب قل لي أين سدرة المنتهى في الدنيا دي؟ وإلا تظل هذه الفقرة في أو هذه الكلمة في القرآن الكريم غير مفهومة وليس لها معنى. يعني إذا قلت كل شيء حصل في الأرض وما حصلش شيء في السماء، طيب سدرة المنتهى أين؟ سدرة المنتهى أين موقعها في الأرض؟ أين موقعها في الأرض؟ وأين جنة المأوى في الأرض؟ أحيانا يقال لي أن يقال كذا وكذا، وأنا أعجب لماذا يستهدف القرآن الكريم فقط؟ طب ما في التوراة وفي الإنجيل، ما حد يتكلم. لا طبعا ممنوع الكلام عن الإنجيل أو التصدي لي، وممنوع الكلام عن التوراة الكتاب المقدس، لكن قرآن المسلمين ده ممكن يعني يسلط عليه، وهو كلام لا يستحق الواحد أن يقف عنده لأنه معروف. يعني أسبابه وغاياته والمطلوب منه إيه ومن يقوم بهذا الدور، كل هذه أمور يعني معروفة تماما. ولكن يعني برضو قليلا من يعني من الاحترام لعقائد الناس وللكتب المقدسة عند الناس. ولكن هذه النصيحة للشباب حتى لا يستمعوا إلى أي كلام مجرد مطلق بأغراض وبهوى وأيضا ممول. ما هو الشباب المفروض أنه على علم التواصل الاجتماعي، طب ما يعرفوا يتتبعوا هذا الكلام صادر من من؟ وما هي هذه المنصات؟ ومن وراءها؟ ومن ليعرف؟ أيضا يعني أنا ضد أن الناس تسمع وتصبر على هذا الكلام إلى أن ينتهي البرنامج ثم تصرخ بعد ذلك. يا أخي تحول عن هذا الكلام أول ما تسمعه، وأعرف أن هذا يعني مقصود به يعني التعريض بمعتقداتك، خلاص خذ موقفه وانصرف إلى قناة أخرى. يعني هذا هو أقل ما يجب دينا. أنا أعرف أن في الغرب في جهات ممولة لهذا الأمر، لأنه أيضا يسهم في إضعاف الشرق، إضعاف العالم العربي وإضعاف المسلمين. لأنهم يعلمون أن القرآن الكريم مصدر قوة. وهم جربوا هذا أو يعني يقرؤون التاريخ بفهم أكثر مما نقرأه نحن. وعندهم هدف من الأهداف، طبعا لا أقول على كل، إنما في جهات سياسية مرتبطة بالبرامج بهذه الصورة، وهي ضرب مصادر قوة عند المسلمين في الشرق. وده طبعا الكلام يطول فيه، واللي عايز يعني يعرف الكثير يقرأ الكتب المترجمة منهم، كتبهم والتي ترجمت إلى اللغة العربية وقرأت منها الكثير فعلا. وهم يعني وهؤلاء الكاتبون يلومون على أن هذا ليس هو الأسلوب المناسب لحوار الحضارات الآن. أو حوار كما يسمونه حوار الأديان أو حوار المؤمنين، لأن هذا يعني يزيد في رصيد الكراهية، كراهية الشرق للغرب. على كل حال يعني أنا ما كنت أود أن يعني أتوقف حتى ولا، لأن هذه أمور معروفة ومقضي عليها بالفشل. والله سبحانه وتعالى يعني قص علينا في القرآن من وقف ومن أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إلى القرآن وحاول السخرية من في آيات كثيرة، ولكنه سبحانه ولكن يعز علينا كثيرا والله أن يكون من أبنائنا ومن بني جلدتنا من يقوم بهذا الدور. هذا هو الإشكال. وكما قلت لك يعني حدثني أي برنامج يجرؤ على أن يخرج ويتناول مثلا الكتب المقدسة عند الآخرين. لا يستطيع. لكن احنا يحصل بالنسبة للقرآن مرة، بالنسبة للسنة مرة، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مرة، بالنسبة لصحابتنا الأجلاء وخلفائنا الراشدين مرة. وهكذا. ثم ما الداعي لهذا؟ هل ده حيصلح لي اقتصادي؟ هل ده سيساعدني في إثارته الآن ده ليه؟ إنما المقصود بلبلة الناس وشغل الناس عما
وصرفهم عما ينفعهم أو عما يفيدهم. لنا نترك هذا الكلام. لنعود إلى رفع المكان والمكانة. إنما يعني ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. سبحان الله. ويعني العلم يؤكد هذا الآن. نعم. يمكن هذا الكلام من قرن أو من قرنين كنا يعني نستبعده ونقول يعني إزاي يعرج وإزاي يسافر في يوم أو ليلة. النهاردة بالموبايل ده بتتصل بالأرض كلها أقطابها يعني من ال. نعم. ومستقبلا قد يتحقق علميا أنك أنت تتصل بحد في المريخ بالبتاع ده. فإذا الصوت يعني يخترق كذا. نعم. ما نستغربش على. وهذا في العلوم البشرية والقدرات البشرية المحدودة. المخلوق المصنوعة اللي. نعم. هو اللي صنعها إنسان محدود القدرة. فلما يستعظم ذلك على كلية القدرة إلا إذا كان هناك لمسة إلحاد. نعم. يعني هي التي تحرك هذه الأمور. بالنسبة لرفع المكانة يعني بالنسبة المنزلة. نعم. طبعا عندنا تكريم بني آدم هذا. نعم. هو الذي يجب أن يقال في الحلقات والناس تركز عليه أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم تكريم وجعل بينهم ما يشبه الأخوة. نعم. يعني ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم. نعم. من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحان الله. يعني الله. هي آية يعني طبعاً بها معاني ضخمة. معاني ضخمة ومعناها أن بني آدم. وبعدين لم يقل ولقد كرمنا المسلمين ولقد كرمنا المؤمنين وإنما قال ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم بمعنى أن بني آدم يعني مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وفاسقهم ثبت له التكريم الإلهي. سبحان الله. طبعا. نعم. وهذا هو ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه أو في إعلانه التاريخي الدولي في حجة الوداع. نعم. أيها الناس إن دماءكم بدأ بأيها الناس وكلها كانت أيها الناس ولم يقل أيها المسلمون أو أيها المؤمنون مع أن كان حج والأمام مسلمين. نعم. إنما كان النداء نداء عابر. نعم. وكان يحدث الخلق أجمعين من وراء هذه القلة 10,000 ولا يقتلوا في عددهم يعني. نعم. كان يخاطب الإنسان أينما كان وحيثما وجد الموجودين ومن سيوجدون. نعم. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. هذا المعنى يعني لا تجده في كتب مماثلة. نعم. يعني نقرأ في كتب أخرى أن مثلا اقترض منك واحد من بني دينك. نعم. ومثلا لم يوفي ممكن تسامحه لكن غيره ممكن تأسره. نعم. التفرقة بين الناس ثابتة بنصوص. نعم. مقدسة هذا لا حدث يتكلم فيه ما بيتكلموا فيه أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم. لا ولقد كرمنا بني آدم فعلا يعني إذا 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 أردت أن تعرف المساواة أو تدرك المساواة. نعم. أو أن تدرك حرمة الإنسان فعليك بالقرآن الكريم وأنا أذكر هنا أحد الكتاب النابهين جدا. نعم. قال انتبه إلى أن قبل الإسلام لم يعرف معنى المساواة بين الناس ليه قال لأن النظام الاجتماعي. نعم. في العالم لم يكن يسمح بمثل هذه الفكرة أن تطرأ على العقول لا أو استعرضها حضارة حضارة. نعم. فوجد الحضارات كلها تقوم على تبرير التفرقة. نعم. وبحيث أصبح الناس اللي هم في مستوى الخدم أو مستوى العبيد أو مستوى كذا دول بقى يعني راضي متقبلين للفكرة متقبلين ولا يخطر ببالهم يوما ما أو ولا يحلموا. نعم. أنه ممكن يكونوا
في يعني أن يكونوا على نفس القدم المساواة مع الطبقة التي تليها. وبالتالي لم تكن هذه الأفعال مذمومة من الناس، بالعكس كانت لأنها مبررة. كانت نظام المجتمع في هذا فعلا الوقت. حتى قال لو أن الإسلام لم يسوي بين الناس لم يكن يتوجه عليه اعتراض أبدا، لأنه كان سيسير في نفس الخط، سيأتي مصدقا لما قبله، مصدقا لما قبله من هذه العادات. نعم. ولكن أن يأتي فجأة ويقول أن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن نعم. أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الناس سواسية كأسنان المشط، هذا أمر غير متوقع. نعم. ولذلك يعني صدم المشركون وأغنياء وأسرياء ووجهاء مكة، صدموا نعم. تماما في بهذا الكلام، ده كلام يعني ما كيف حتخلي العبيد زينا يعني. نعم. فهذا الكلام هو الذي يجب يعني أن نقوله، هو أن أول كتاب وأول دين سوى بين الناس أو صدر فكرة المساواة بين الناس هو الإسلام. نعم. وهو محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا رفع بني آدم، رفع مكانه. نعم. كذلك هو سبحانه وتعالى رفع الأنبياء. نعم. كرم الأنبياء، كمان رفع أو كرم الملائكة. نعم. وكذلك رفع درجة المؤمنين، يرفع الله الذين آمنوا منكم ثم العلماء والذين أوتوا العلم درجات. الحديث الذي قلته سيادتكم وفضيلتكم الآن عن خطبة الوداع والتسوية، وكيف أن هذا النظام هو النظام الأول في العالم الذي دعا إلى المساواة، يهمل ويترك جانبا ولا يلقى عليه الضوء، ولا يلقى عليه الأضواء، ولا يقال ولا يتركز عليه يعني الكاميرات، ولكن كل سنة يعملوا لنا وفي كل مناسبة إسلامية يخترعوا لنا يعني، وهي أفكار مكررة وقديمة. نعم. يعني هي زي بيقولوا أسطوانات مش مشروخة مثال هلا. نعم. لكن ما فيش غيرها طبعا، فلازم كل مرة يعملوا منها شيء يعني. نختم مع فضيلتكم حلقة اليوم بحظ العبد من اسميه الخافض الرافع. أود أن أقول أن يعني كثير من علمائنا يختصر معنى الخافض في أنه الذي يخفض الجبابرة. نعم. ويذل الطغاة والمستكبرين ويرفع الأولياء والأنبياء والملك كما قلت. نعم. فمعنى خافض هنا بمعنى هو المتوجه إلى إذلال الجبابرة والطغاة والمستكبرين. يرفع بمعنى ينصر الحق. نعم. وأهله، ويخفض الباطل وأهله وقدر الإمكان، يعني أن يوالي أولياء الله سبحانه وتعالى، مش أولياء معنى يوالي المؤمنين، يوالي الأولياء، يوالي العلماء العاملين بعلمهم. نعم. يعادي من يعادي الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني بمعنى أنه يتقيه، وإذا كان فعلا هو يتعرض له بالعداء لا يعني لا حرج عليه أن يعادي من يعادي الله سبحانه وتعالى. نعم. شكرا فضيلة الإمام، وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى لقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله.